صباح الخير. أهلين، صباح النور. دكتور موجود؟ لا والله يا أخي مو موجود. إمتى بيرجع؟ والله هلا ما عاد يجي، بده للمساء. ليش ما بيداوم قبل الظهر؟ بلا بلا بيداوم، بس اليوم عنده عملية استئصال وما بظن يرجع. المشكلة كنت بدي ورجيه التحليل المخبري قبل ما أرجع على البلد، هيك طلب مني. تحليل شو؟ تحليل دم. قلت لي هو طلبه منك؟ إيه نعم. بتعرف قديش رقمك عنا؟ ما بعرف قديش الرقم، بس أنا معي كرت. شكرا. حضرتك منصور البسي؟ البسيني أستاذ. والنعم والله. طمني شو مكتوب بالبارة تبعي؟ لا 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 بسيطة، ولا يهمك. ليكون الدكتور مخبي علي شيء؟ لا لا لا، ما في شيء بخوف، ما في شيء بخوف منه. وين التحليل؟ التحليل هيك. الو، معلش والله اتصلوا بعدين. ايه مشغول شوي. طمني في شيء؟ لا 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 يكون لك فكرة. الأمور العامة ماشي حالها، بس مرتفعة عندك نسبة الأسيد يوريك. ليك شايفة؟ حتى بالعلامة كاتبين لك إياها بالأحمر، شوف. مزبوط معك حق، عم بقول لحالي ليش كل شيء مكتوب بالأسود إلا هدول بالأحمر. إيه طبعاً، لأنه فوق الحد الطبيعي. لا حول ولا قوة إلا بالله، من شو بترتفع هاي؟ من الله. من شو يعني؟ ما في سبب مباشر. اللي عم يتنفخوا رجليك شيء؟ ايه والله عم يتنفخوا. ها شفت شلون؟ هذا التنفيخ من الاسيد يوريك. طيب شو بدي اعمل لحتى تنزل النسبة؟ هلا المساء بس تشوف الدكتور بيكتب لك على حمية معينة. بس انا ما بقدر ارجع المساء، بدي سافر. لكن امتى بدك تراجع الدكتور؟ يعني شيء 4-5 أيام. ما بصير ما بصير يا حباب، ما بصير. لازم تعرف عن شو بدك تحمي حالك، مو تروح على ضيعتك يا غافل لك الله. طيب انت بينتك زلمة فهمان، والعفو منك يعني بتطلع نص دكتور. لا حباب، هاي ما بريدها منك منوبة. ولو أنا آسف، أنا بعتذر منك. يبدو أنه غلطت، غلطت بحقك. إيه طبعاً غلطت بحقي، قسماً بالله ما في فرق بيني وبين الدكتور غير هالشهادة، يعني شقفة هالورقة اللي معلقة بالحيط. وإلا من ناحية المعلومات فأنا بعرف كل شيء، ما بتخفاني خافية. يا سيدي الله يبارك فيك، يعني سماه هون في وجوهي هي الحقيقة، بس يا ريت حضرتك تقلي على الحمية وتخلصني، يعني بتكسب فيني ثواب. على عيني، باينتك درويش وبتستاهل. شوف يا أخ، أهم شيء إنك تخفف أكل اللحمة ومشتقاتها، يعني كل شيء بروتين بتبتعد لي عنه، ومو بس البروتين الحيواني، البروتين النباتي كمان. وين بيلتقى هذا البروتين النباتي؟ بالحمص والفول والتسقية أكثر شيء. بعدين بدك تكتر أكل الخضرة قد ما فيك. ماشي الحال، يعطيك العافية. الله يعافيك. يسلم ايديك. كثر خيرك. تفضلت. تفضل اخي. هاي التحليل. ماشي الحال. السلام عليكم. وعليكم السلام والاكرام. مئة ليرة؟ يعني لو كان الدكتور موجود كان قال له نفس الشيء ونطرش منه 500 ليرة، بس هداك معه شهادة وانا لا. قال فرقت كثير يعني. وين رحتي اليوم؟ ما رحت لمطرح لأنه جاراتي بالبناية إجوا لعندي. منيح اللي فكروا أخيرا يعملوا لك زيارة، يعني بالحساب هي صار لنا سنة كاملة ساكنين بهالبيت وما شفنا وش حدا منهم. صحيح، بس بتعرف سالم انحرجت قدامهم كتير أنا. وليش بقى؟ شو ليش؟ كلياتهم مفكرينك دكتور. إيه وين المشكلة يعني؟ شلون وين المشكلة يعني؟ بكرة عاجلا أم آجلا رح يعرفوا إنك مالك دكتور ورح أقلب أنا قد الكباية قدامهم. لا عيني، لا بتقلبي قد الكباية ولا قد الكوساية، نحن ما كذبنا على حدا. ايه بس تصرفاتك كلياتها بتوحي على انك دكتور، ولا تاخذني بهالكلمة يعني، هذا اسمه احتيال. هلا إذا كنت عم ساعد الناس وعم لبي نداء الواجب الإنساني وعم فيد غيري بخبرتي ومعرفتي، بكون عم بحتال. لكان شو إلا تفسير تاني غير هيك؟ يا عيني أنا مالي مسؤول عن انطباع الناس عني، يعني إذا هن افتكروني دكتور فهذا مو ذنبي. شفتيني علقت آرم على الباب وكتبت عليها الدكتور سالم أبو الهدى؟ يا حبيبي والله هذا اللي ناقص.
قلت شي للجيران يا ناس يا عالم، انا دكتور مختص صدميه، تعالوا تفرجوا علي وتعالجوا عندي. هلا انت ما عم تعمل هيك، بس انت عم توحي لهم ايحاء. لا عيني، لا ايحاء ولا بطيخ مبسمير، بس الناس بتعرف تميز منيح. يعني لو ما كان عندها احساس قوي انه خبرتي وعلمي ما بتقل ابدا عن خبره اي دكتور فاتح عياده، ما كانوا ظنوا في ايه هالظن. طيب خلص خلص، خلصنا مثل ما بدك. انا اصلا عم بحكي من شان قدرك وقيمتك. بتحب اعمل لك شاي؟ لا حول ولا قوه الا بالله. ولك يا منيرة، أنا 100 مرة صرت قايل لك إنه الشاي بعد الأكل ما بيسوى، لأنه بيحرق الحديد الموجود بالجسم، فهمتي بقى؟ إيه لا تواخذنا دكتور، نسينا. أنا متوقع إنه أخوها يكون القاتل. آه، أخو مين؟ أخو سميحة يلي بالفيلم، لأنه كتير عم يحطوا الكاميرا عليه. هلأ ضروري تقاطعيني مشان سميحة وأخوها؟ مالك شافتيني عم بقرأ؟ أما طبعك عجيب أنت. وليش عم تعصب علي؟ أنا عم تحركش فيك قصدا مشان ما تمل. لا تخافي علي، ما بمل. ليش؟ لأني ما عم أقرأ قصص وروايات غرامية. ويكون بمعلومك يا مدام انه هالكتاب هاد لكلاوديوس جالان، اشهر طبيب يوناني مختص بامراض الربو. لك تصوري، تصوري انه ضل 7 سنين وهو عم يعمل دراسات وتجارب حول عشبة البنج. لا ومو بس هيك، كمان حاكي عن الهجوم الفيروسي وعن تجلد وتجمد ويبسان الكتاف وانتفاخ المعدة. بقى شو رأيك؟ اقرأ واستفيد مشان وسع معارفي ومداركي، ولا اتفرج على سميحة واخوها واكتشف لك القاتل؟ قوم قوم افتح الباب. مرحبا جار. اهلين وسهلين ابو سعيد، خير؟ شايفك موجوع. اي والله راسي طول الليل ما نايمني. بيلتقى عندك شي حبه وجع راس؟ فوت فوت احسن ما تنتسف من برد. فوت لانك فوت. يا الله خير ان شاء الله. خير. فضل فضل جار. يا الله سلامتك. في العيشي؟ لا ما في. في دوخة؟ كمان ما في. انت استسني؟ جبينك سخن ها؟ طبعا سخن، لاني كنت كامل حالي تحت الحاف، قلت لحالي بركي بيخف بالحرارة. اه ايوه سعول لشوف؟ دكتور صدقني الشغلة ما بدها لا سعلة ولا عطسة. انا بعرف سبب وجع راسي، يعني بس اطلع من البيت الصبح بلا فطور هيك بصير معي. سلامتك جار، بس إذا بتحب تتسطح حتى أفحصك لا تستحي، تسطح، نحن لبعضنا جار. معلش معلش، حبة وجع راس وكتر الله خيرك. طيب انتظرني شوي لجيب لك الدواء. شو مين هو؟ جارنا أبو سعيد عم يجع راسه. يوه شو بدك تعمل له أنت يعني؟ هلأ قومي دوري لي على كيس الأدوية أحسن ما عم تاخذي وتعطي معي. كيس الأدوية بقلب الكنباية عندك هنيك. بقلب الكنباية؟ وشو جابوا لهني؟ لحاله إجا لقلب الكنباية لحاله. تفضل جار، هذا ظرف حب. شو هالحب هاد؟ هي أول مرة بشوف مثله بحياتي. هذا مسكن عام، بتاخذ حبة من هون بعد ربع ساعة بكل الوجع من هون. بس وينك جار؟ هذا الدواء تقيل شوي، يعني ممكن يصير معك نتفة مغص. ها؟ يصير معي مغص؟ لحظة امسك لقلك. هذا الدواء مشان المغص اللي رح يصير معك من الحبة الأولانية، وعلى فكرة هذا الحب كتير ممتاز، بيكرت لك كل البلاوي يلي ببطنك كرت. هاي من جهة، من جهة تانية مفيد للنفخة كتير. معك نفخة انت شي؟ لا ما معي. امني عظيم كتير. بس وينك جار؟ لا تخاف اذا صار معك دوخة. ليش بيعمل دوخة؟ يعني دوخة خفيفة ما بينحكى فيها، لا تنوهم، بس ممكن يزرقوا شفايفك شوي. بس دكتور انا بخاف من الدوخة. بتخاف؟ لحظة امسك لقلك، هي تحميلة مشان الدوخة. دخلك لها عوارض جانبية؟ لا 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 ابدا ما في، بس بجوز تعمل معك صداع خفيفة، وانت اخذ حبة مشان الصداع معناها ما في اي مشكلة.
معافى ان شاء الله جار، معافى حبيب قلبي. الله يعافيك. اذا سمحت في عندي مراجعه تانية بعشرين الشهر. طيب هي سجلت لك الموعد. شكرا. معفاي ان شاء الله، اهلا وسهلا. الله يعافيك. مع السلامه. يا سالم دخل اللي بعدها. ما ضل حدا دكتور. ايه سالم الله يرضى عليك، اعمل لي تنظيف للعياده قبل ما تنزل، ولا تنسى تمسح الشبابيك وتعطر التواليت. على عيني دكتور. ونظف لي السقف بالمعسفه، ملاحظ انه السقف مغبر شوي، عندك معسفه؟ مو مشكله، مدبر حالي دكتور. صحيح سالم، احتمال اليوم اتاخر المسا شي ساعه، رتب لي المواعيد على هذا الاساس. خير في شي دكتور؟ لا ما في شي، بس انا والعيله طالعين نتغدى برا، ملينا من طبخ البيت. ايه معكم حق، شي بيمل الدكتور. يلا خاطرك. مهون ان شاء الله، الله معك. معسفه؟ هي اخرتي؟ كل هالخبره والمعرفه بامور الطب واخر شيء اشتغل بالمعسفه؟ الو؟ مرحبا منيره. شو طبخ اليوم؟ لا 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 تطبخي، عازمك على الغداء برا. هيك ما في مناسبة، ضروري يكون في مناسبة حتى نتغدى برات البيت. بعدين ما حدا أحسن من حدا، سعري بسعر غيري. بقى جهزي حالك من هون لشي ساعة زمان. لا لا مالي مشغول، بس بدي نظف بدي رتب استيمارات المرضى ونزلها على الكمبيوتر. ايه وهو كذلك. الله معك عيني، مع السلامة. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يعطيك العافية. أهلين أهلين. شلون صحة؟ الله يخليك الحمد لله. عفوا مو حضرتك اللي اشتريت بيت المصري؟ أي نعم أنا أبو هشام جاركم الجديد. يا أهلا وسهلا فيك جار. ترى أنا شقتي تحت منك تمام. إن شاء الله مرتاح بسكنتك الجديدة؟ إيه الحمد لله كثير مرتاح، ممتاز كثير. إيه الحمد لله. خير جار؟ ليش عم تطلع فيني هيك؟ لا لا ما في شيء، بس عم يوجعك شيء جار؟ لا جار، خير في شيء؟ لكن ليش وشك قالب على صفار؟ صفار؟ ايه طول عمره وشي هيك؟ لا 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 شو الحكي؟ وشك مو طبيعي منوب وحجر عينك نائر، المفروض يا جار تعمل تحليل للي رقان. يا رقان؟ ايه بس أنا مرقن بزماني. ما دخل ما دخل. وإذا بتحب شرف لعندي على العيادة حتى أفحصك وتطمن على حالك. إن شاء الله إن شاء الله. بس يصير عندي وقت. اتفضل نتغدى سوا جار. نحن رايحين على المطعم. شكرا كثير دكتور، فرصة ثانية إن شاء الله. بيني وبينك معزوم عند حماتي على الغداء على كبة. لا تقل. أوعى عم شأنك عم شأن صحتك. لا إن شاء الله. أوعى المشوية، المشوية لا تكتر. لا تكرم عينك. شفت شلون؟ هو لحاله نادالي دكتور، قلت له شيء أنا؟ لا أنت منوب ما شلقته. ما قلت له. هو يا تريدوا شيء تاني استاذ؟ لا يسلموا ايديك. شرفي مدام. ولي ابو عماد ولي دخيلكم يا جماعه بدي اشوف ابو جوزي. يا جماعه في معنا دكتور بالمطعم. شو وين فزيت؟ شو وين؟ مو شايف الجماعه عم يستغيثوا؟ وانت شو دخلك؟ شلون شو دخلني؟ واجبي هاد. بس هنن عم يندهوا على طبيب. ولي يا جماعه اذا بتريدوا ما في معنا طبيب. سالم عم اقول لك عودها. اعبري معروف التهي باكلك انت، بدي اشوف شغلي، لا تدخلي بشغلي ارجوك. يا جماعه بعدوا هيك يا شباب، بعدوا هيك يا شباب، يا شباب يا شباب الله يرضى عليكم، ست خطوات لورا. حاضر. انت خليك هون، خليك هون لا تروح، بدك تساعدني. حضرتك زوجته؟ اي نعم. ممكن تحكي لي شو صار بالضبط؟ هو عم بياكل فريكه، زدت المعلقه من ايده والتحش على الارض. طيب يا ترى الرز بيعمل معه هيك شيء ولا بس الفريكه؟ والله ما بعرف، هي اول مره بتصير معه هيك قصه. بسيطة مدام بسيطة، الحمد لله القلب شغال والنبض منيح والتنفس منتظم، ما في شيء بخوف مدام اطمني. تعالي اخي جلسوا معي، لك جلسوا. يلا دحوا على ظهره دحوا. صحة. لك يا اخي بايدك مو بركبتك. بايدي دكتور بايدي. ماشي.
الحمد لله. ايوه الحمد لله. مش على مهلك. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله صحي. الحمد لله الحمد لله على سلامته. كان راح فيها لانه الله يسلمك. الحمد لله سلامتك ابو عماد. يلا الله مي. الله يسلمك. لا لا ما في ما في ده ما في ده. طيب اعطوني كرسي بس اعطوني كرسي. كرسي ما في معنى. عود 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 حبيبي عود. على مهلك. الحمد لله على سلامتك. الله كاتب لك عمر. الحمد لله. والله كتر خيرك يا دكتور. كان راح فيها. وخيرك يا ستي. نحن ما عملنا شيء. هذا واجبنا. ولو الحمد لله على سلامته. الله يسلمك. الله يصلحك يا ابو عماد. يعني وقت بدك تاكل فريكه اطحنها منيح تحت دراسك قبل ما تبلعها. مو تزلطها زلط. ليش ليش شو طلع معي دكتور؟ الحمد لله ما طلع شيء. بس بالظاهر علقت كم حبه فريكه بمبلعك. تفضل تفضل دكتور عود معنا. الله يخليك. والله هي مستعجله. لا والله ما بصير. والله تفضل. طيب والله والله تفضل. والله ما بعرف. طيب 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 لنا الشرف يا سيدي. الحمد لله على سلامتك. والله وضعك كان خطير. مشي الحال يا ستي. الشيء بالشيء يذكر. هداك اليوم اجاني واحد نفس حالتك بالضبط بيتشردق كتير خصوصي لما بياكل كبه. يعني شغلة الاستاذ مو غريبة لانه يا مدام عم يجينا حالات مثل هي كتير. الله وكيلك. اجاني مرة واحد فاتح تمه على الاخر لانه على الان حنكه وهو عم يتاوب. ومرة اجاني زلمة اسعفته لانه كتم العطسة وعطس لجوا قامت انفخت طبلة اذنه. بعدين حميد ربك يا استاذ انك عم تتغدى بهذا المطعم. يعني لو كنت بمطعم تاني وما التقى مين يسعفك على الحارك شو كان صار فيك؟ روح ربي يسلم ايديك ودين معروفك. الله يخليك يا سيدي. ما في شي محرز. ان شاء الله بتعيش حياة مديدة انت. عفوا دكتور. عفوا. خير يا ابني؟ في حدا من الزباين صار له شي؟ لا لا ما في شي ما في شي دكتور. بس المدام طالبتك. وين؟ على التليفون؟ لا على الطاولة. ايوه نسيت. والله العظيم نسيتها. بتصير معي هيك شغلات. بتصدقوا؟ بس دائما انا لما بنشغل بمريض او زبون بنسى الدنيا وما فيها واجبات. اندهلا دكتور تيجي تقعد معنا على الطاولة؟ لا معلش. يلا فرصة طيبة. الحمد لله على السلامة. ان شاء الله العمر المديد لك. الله يخليك. شكرا كثير دكتور. شكرا كثير لك. شكرا. عذبناك معنا. ولا انت هون معلش. يلا الله يشفينا. كان رح يروح فيها. اي ستي شو بكي شو بكي مبوزمة وقلبي خلقتك؟ سلامتك حبيبي ما في شي. عفوا دكتور. الاخ اللي عالجته دفع حساب الطاولة. لا حول ولا قوة الا بالله. والله هيك خجلونا. بتريدوا شي تاني دكتور؟ لا سلامتك. بس وينك؟ الله يرضى عليك. بعد شوي نزل لي المحلي والفواكه. حاضر دكتور. شفتي شلون؟ هاي طلع غدانا ببلاش اليوم. خلصينا منيرة. افردي لي هالخلقة بقى. مسكي لقلك. كلي قرص هالكبة من ايدي. خدي خدي بقى. تحشي بتمك. حاجتك تدللي. يلا منيرة. لك اخي عضي عضي. ايه شبكي. منيرة 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 حبيبتي. امسكي امسكي. اشربي كاسة المي. اشربي كاسة المي. منيرة منيرة منيرة. يب منيرة منيرة منيرة. يا جماعة عفوا بدنا دكتور بسرعة. الله يخليكم. احلى ما يكون بالمطعم دكتور غيري.